البيت البومبونيرة مثلا بيبقى دايما كده بومبونيرة للضيوف فيها شوكولاتة او بونبون، ممكن نبدلها في الديكور بتاع البيت عشان هي تبقى ديكور. ايوه ممكن نبدلها بطبق فاكهة مثلا، يبقى قدام الاطفال ممكن يلقطوا انا دايما. صراحة السناكس ما عندناش في مصر للاسف فكرة الفاكهة تبقى موجودة على السفرة دي طول الوقت، بس بره دايما بيعملوها، فيعني اعملوا ده حط فاكهة حط موز. انا بناتي هم وصغار وعجد ما نشبع شيء نشبع عليه، كنا بدنا نطلع مثلا درايف يروح يلعب، وعمري ما اخذت لهم لا تشيبس ولا شوكليت، أحط لهم بروكلي، جزر، فلفل، بيل بابر رومي. أنا لهلأ بناتي بس يطلعوا تي في ودب إيش، يا حمص يا لبنة. لهلأ عندهم هاي العادة، يعني عمرهم 13-14 بس صار عندهم لايف ستايل. هلأ بدي أسألك كمان سؤال، بما أنه إحنا عم نحكي على كيف تكبير العضلات وكيف لأ، هلأ إذا أنا مثلا بدي أنحف أو بدي أخس، أوكي، إيش أضبط وقت للتمرين؟ أنه قبل بقدي أكل ساعة، قبل كم من ساعة أكل؟ وإذا بدي أكبر عضلات بالنسبة للشباب، قبل كم من ساعة أنا لازم أكل أو بعد كم من ساعة من التمرين؟ أوكي، طيب، هو كده كده علشان أنا داخل أتمرن أنا لازم يبقى فيه شوية كاربس، أوكي، لازم يبقى فيه شوية سعرات حرارية عشان يعطيك باور وإنرجي، يديني باور ديورينج الورك أوت. فأنا باكل قبل التمرين بساعة، ساعة ونص، أوكي، علشان بطني ما تبقاش متكبه. أكلة فيها نشويات، أنا بترجم بالضبط بالضبط بالضبط. ده بالنسبة للي عايز يخس، أوكي، وبالنسبة للي عايز يزيد. أوكي، الاثنين. الاثنين. قبل بساعة. اللي بي build up muscle أكتر هو البروتين. قد إيه بروتين أمام اللي بيبني العضلات هو. اللي بيساعد على بنيان ألياف عضلية هو البروتين. أوكي. ونوع التمرين بيفرق. سواء هحط فيه ويت هيفي ويت او الكلام ده والعدد والكلام ده كله، اوزان تقيله ولا لا بيفرق. طبعا انا افضل التمرين الصبح، لو ما حصلش خلاص يعني لانه بالليل كمان بينشط، تعرفش تنام، بتنشط بالليل لو قبل النوم. في ناس كده وفي ناس كده، في ناس صح، يعني في ناس عماده فاضيه بعد بتمرن، في ناس بتتهد، وفي ناس بقى البلاد سيركيليشن الدوره الدمويه لما تجري يسخن ويفوق بالظبط بعد الشاور ويبقى عايز يبتدي يومه بالظبط. ف اتمرن برده يعني هي النصايه، وما نامش مش مشكله بقى، هي النصايه نعلي بقى الكورتيزول بقى وايه وحفله بالليل. هي النص ساعة ل 45 دقيقة ماكسيموم، 1 اور ساعة تمرين، مش أزيد. في ناس بيقعدوا يوم كامل بالجيم، أنا بنجن منهم. ده حقيقة. طب وبعد التمرين بقديش آكل؟ إذا بدي أبني عضل دايركتلي أظني لازم آكل، إذا بدي أبني وبروتين صح؟ لا مش دايركت ولا حاجة، في حاجة اسمها جولدن اور أو الساعة الذهبية. أيوه. اللي بعد التمرين بيبقى التستوستيرون أو هرمون الذكورة بيبقى فيري هاي، بيبقى عالي جدا. أوكي. سيبيه يغذي العضلات، يغذي المسلز كلها، وبعد الساعة دي أديله بروتين. سو بيسكلي علشان ما وجهش الأكل بينزل، فالدورة الدموية بتروح ناحية البطن علشان تهضم، فالجولدن أور دي بتروح. هو قبل ما تطلب الأكل ساعة بعد التمرين، ما ياكل بعدين ياكل. أوكي. زمن الاوردر الهيلثي اللي بتطلبه على البيت. ايوه بالظبط. مسافه السكه بالظبط. وقبل التمرين بساعتين ما كلش. ساعه ونص. ساعه ونص. على حسب انت واكله ايه، لو واكله محشي ساعتين. ما بقول لك لازم تاكل شيء عشان يعطيك انرجي. انا ماشي يا عمر، انا جيت هنا. انا واحده من الناس بفطر طبيخ مرات. بكون ماما عامله محشي مثلا، باكل لي حبه محشي الصبح. لازانيا باكل لي ان شاء الله. هو الراجل هيمشي فعلا. اثنين هوبليس كيس، ما فيش امل منهم. لا شوف حلو. ما بتتقليش؟ لا صراحه. والله؟ ما اسمع انا بفكر فيها ازاي؟ بقول اوكي مثلا احنا مرات بناخذ لانشون مثلا على الفطور او تركي مع توست بتحط عليه خس، طب ما هو دي انا باكل لحمه وباكل جبنه واللازانيا وباكل اللازانيا نفسها. حسبي الله ونعم الوكيل. شفت الراجل ابتدى حسبنا علينا. اعتقد نلم دورنا. اظني لازم نسكت. اصحى مثلا ما تقعدنيش مع كوتش كمان مره. لبن مثلا بخالي الدسم عليه مثلا 3 4 5 معالق اوتس شوفان مثلا. انا بقدر اكل هذا اقطع موزاي عليه. ده للصبح. ده انت بتقول دلوقتي نصايح لافطار الصبح. ما احنا عايزين بقى منك نصايح لايه حاجه تدينا طاقه بالظبط. مثلا شويه شوفان، لبن خالي الدسم. انا اخرج برا الاستوديو. حتتين محشي على جنب. طيب خلاص بضايقكي كده صح. موزاي متقطعه، زبادي يوناني مثلا، هيفرق قوي والله الكلام ده، هيفرق قوي. بجوع بعد بساعة. الجوعي بعديه بساعة؟ كلي بعديه. كلي. ايه المشكلة؟ فاضيين بقى. براحتك. كلي موزاية بعديها، كلي تفاحية،
خذي اورنج جوز. انا عم بحكي لك عشان مش كل البيوت مثلا رح تروح تجيب شوفان وتجيب التوست ده، ايش اشياء فطور مثلا افطر جبنه قريش بالضبط، ايش الفطور اللي قبل ما من بيتنا افطر فول بيض، افطر بيض مسلوق او بيض معمول باي طريقه بس اللي بحطه يبقى خفيف قوي، نقطه زيت زيتون، نقطه زيت زيتون صغيره. اوكي، وعادي مع خبز عشان ياخذوا الكارب. خلينا على قد ما نقدر يبقى نص رغيف، ما عنديش مشاكل. نص رغيف بلدي، نص رغيف بلدي، واللي يقدر يجيب العيش البني يجيب عيش بني البراون توست. وبعد التمرين بعد الجولدن اور ايش بتنصح ياكله اللي بده يبني عضلات بروتينات مشويات زي ما هو عايز، ما فيش بقى نشويات خلاص، خدنا نشويات قبل حاجه بسيطه لو جعان قوي او عايز ياكل ما الخضار في نشويات، ياكل ستيمد ستيمد رايز حاجه مسلوقه، مكرونه او بطاطس مهروسه، بطاطس مهروسه ده اللي بده يبني عضل واللي بدها تخس. لا ده العادي، ده العادي، ده العادي التنين ياكلوا نفس الشيء قبل وبعد. ده العادي. اوكي، طب ليش بيحكوا انه الشباب دائما بيفرق معاهم ايش لازم ياكلوا؟ البروتين اماونت يبقى ازيد شويتين. يبقى بيركزوا على البروتين 3 4 بس، كميه البروتين للرجال اكثر اللي عايزين يبنوا عضل. اوكي، صراحة كثير هاي المعلومات مهمة، وحلو انه احنا نكون حقيقيين اكثر ومش دائما اغلب الكباتن او الكوتشات مثلا بصيروا يحكوا لك حكي انه بتصير انت تحس انه هي مهمة بالنسبة لك شو تاكل وشو تعمل وشو تسوي، بيقول لك جيب مش عارفة شو من اي سوبر ماركت. لا، احنا بدنا شيء طبيعي. لو عملتيها كومبليكيتد كده هتطفشي. بالضبط، عشان هيك انا حبيت صراحة انت ولو كومبليكيتد يبقى كومبليكيتد لي يعني. أوكي، لو عملية معقدة وبيقعد يجيب الميزان ويوزن السعرات الحراريه، ما هو النظام ده ابدا مش بيشتغل ليه او لبطل او لو هو عايز يوصل لحاجه معينه. بالظبط، في الاول خالص هو انت عايز توصل ليه؟ خلاص، اصل في ناس يبقى لازم يبقى في مرونه، لازم يبقى في فلكسبيليتي عشان ما تتفشيش. في ناس بتنزل ندبي اولادنا انهم يحبوا الشغل، احنا كمان لازم نعود نفسنا. صح، ولما الاولاد يشوفوا اهاليهم جد عندهم هيلثي لايف ستايل هم راح يصفوا بيقلدوا باي ديفولت. لا اكيد، هيمشوا وراكي باي ديفولت. مظبوط، كلام مظبوط. كنت بقول لك ان في ناس بتنزل تطبيقات او ابلكيشنز يقعدوا يحسبوا السعرات ويقعدوا يشوفوا بتاع، بعد بيعملوا الحركه دي شويه بعدين بيزهقوا بيتفشوا، لان بطننا مش بتحسب هي كمان السعرات، يعني مش كده. احنا ناكل نظيف، ناكل حاجه اللي خليها ربنا، الحاجات الطبيعيه مش المصنعه، ناكل حاجات هيلثي، ناكل حاجات مش مصنعه، زي مثلا الباستا مثلا بلاش، خلينا رز، العيش بلاش، خلينا بطاطس مهروسه. الحاجات دي هي على موضوع عمر الابلكيشنز والكلام ده. في ناس بتبقى عايزه ليها ريفرنس، يعني في ناس حافظه الدايت بس عاملينه كده وحاطينه على الثلاجه. يعني في ناس دايما بتحب، عارف الجوب ديسكريبشن؟ ايوه، انت مفروض في شغلك تعمل 1 2 3 4 5 6 10 وانت حافظهم، بس انت حاططهم قدامك كده عشان تفكر نفسك. مش عيب طبعا، يعني لو ده بيشتغل معاهم، لو ده بيشتغل مع المينتاليتي ومخ البني ادم. بالظبط، هو ده النظام. يعني هو عايز سوفت وير متركب له، جاهد تمام، انا مش هزقه عليه. هو عايز يجيب الميزان يجيبه، عايز يجيب كل حاجه في حياته براون يجيبها، عايز يعيش فيري هيلثي و 200% ديديكيتد للي هو بيعمله يعمله، لو هو ده سيستم دماغه. بس انا مش لو هو مكيف على راي رند. بالظبط، لو هو مكيف كده خلاص على راي رند تمام، كده يبقى تمام. طب اخر سؤال قبل ما نختم معك، مع انه ابدا مش جابالي اختم هالفقره، بس عن جد اخر سؤال بدي اسالك اياه. احنا حكينا امتى ياكلوا قبل التمرين وبعد التمرين، امتى اخر وقت الواحد ياكل عشان ما يتخنش؟ اذا حتى ما مش عم بيروح على الجيم، مش يعني اتليست عم بيمشي هال 10000 خطوه اللي لازم يمشيها باليوم، امتى اخر وقت انه خلاص يا جماعه حاولوا ما تاكلوا بعد هذا الوقت عشان جد ما انا باكل الساعه 10 بالليل 11 بالليل. انت كوتش، خلاص نخدم بقى يا جماعه. والله باكل ما تاكل هاكل مثلا كان تونه وعليها سلطه مثلا، بس تونه بس الفرق بتاكل ايه في محلول ملح؟ هي دي الفكره. يا سي عمر، مش بالزيت، مش شيء يضلوا قاعد، مش عايش، مش بس سلطه مثلا كلها خضره، مش محشي. اوكي، مش محشي لحضرتك، بس هي بتفطر بيه. لا انت كده ظالمها. لا انا بقى بتعشى بيه، بعمل كل حاجه بيه عشان تبقى دافيين كده، باين المحشي هنا فلوس. بس يا استاذ المخرج على كرشي، المحشي كله هنا عشان لا انت ولا عندك كرش ولا حبيبي. يعني كوتش هاني ابو شادي، انا كتير 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 كنت مبسوطه بوجودك عن جد، واظني انا وعمر معك هناك مجال تحكي قد ما عم نسال نسال نسال. يعني ان شاء الله اكيد بنتشرف انك تكون معنا بدل المره 10، وشكرا على المعلومات المهمه جدا اللي حكيتنا اياها.